الكرام اينما كانوا واينما تواجدوا، كما راكم تشوفوا اليوم راني حاكم الورد. لا غالب ما عنديش باش نشري الورد، وزهره تحب الورد بما انها زهره الشروق، وبما انه عيد المراه وعيد سعيد لكل النساء الجزائريات. المراه اللي تعتبر هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي الطبيبه، هي الخاله، هي العمه، هي كل شيء في هذه الحياه. والمراه لازم كما حثنا الاسلام على ان نعطيها حقها، والمرأة حاجة سبيسيال عندنا بالبزاف. فلهذا أنا حبيت زعما نهدي هذا الورد الجميل، أنا نشوفه جميل، لزهرة الشروق وزهرة كوفي تايم، زهرة زاروني اللي راح ترافقني في هذه الأمسية. مقدمة ما شاء الله ميرسي، شكرا ياسر، ودمت أخ إن شاء الله. ربي يعيشك، ربي يخليك، ربي يخليك. السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج كوفي تايم. وانا بدوري نقول لكل امراه راهي تشوف معنا، ماشي غير اليوم العيد نتاعك انت، كل يوم عندك عيد وكل يوم عروسه وكل يوم نجمه ان شاء الله يا ربي. كل امراه عندها اي عندها انوثه تاعها تبقى دائما علامه صبر، علامه حب، وعلامه امومه، علامه كل حاجه مليحه في الدنيا هذه. مرحبا بكم في عدد اليوم اللي راهو خاص بعيد المراه، اللي راح يرافقني في التقديم اكيد ياسر كستوري. شحال ما اني من صافي لونتون. صح على بالك الورد هذا بو هي ما حبش تنمو شغل الي جونتي، ما حبش تفضحني باللي الورد هذا تاع المزهريه. ايه هو بلاستيك يعني. تسمى لازم نعاود نرجعوا. سي لو جاست كي كونت، قال لك الحجره من عند الحبيب تفاح. معليش. عطيت الشغل بلاستيك. بلاستيك نعتبروه تفاح النهار اليوم يا مشاهدينا. شكرا. دونك انا نقول لكم اليوم كيما جرت العاده والعوايد، برنامج كوفي تايم، التفاعل، الاتصالات، كل شيء، لكن اليوم مع ان لا سؤال تفاعلي ولا حاجه، عيد المراه يكفي لان يكون سؤال تفاعلي، واليوم هو عيدهن والمجد لهن، لكل النساء الجزائريات، النساء الحراير اللي شاركوا في الثوره الجزائريه. نعم. المراه اللي كانت سند للرجل اينما حل واينما ارتحل، في كل المجالات، في كل الميادين، في الحروب، في الطب، في الصناعه، في كل شيء المراه تلقاها حاضره بحنانها، بأمومتها، بأنوثتها. نعم. فكل التبجيل وكل التحية والتقدير للمرأة الجزائرية، خاصة لنعتبرها أنا مرأة مكافحة دائما وتبقى عندها قيمة خاصة عندنا احنا كرجال. واللي يقول لك ماشي أي رجل، ولا ما نقولوش نقول الرجل ولا أقول الذكر، لأنه لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. نعم ما شاء الله عليك، يعني شهادة سيرتو كي تكون من عند راجل. اليوم اليوم حنا نسالنا اليوم نسمعوا غسوة، يديرونا دي كادو اليوم، خليهم هما يهضروا علينا شوية، حابين نسمعوا رأيهم فينا. لكن مع ذلك مشاهدينا الكرام نستناو اتصالاتكم على الأرقام اللي راح تظهر لكم أسفل الشاشة، هكا باش تكونوا معنا على المباشر. راح يكونوا معنا اليوم ألمع الضيوف اللي اخترناهم لكم اليوم، امرأتان من مجالين مختلفين. شكرا على التصحيح. من مجالين مختلفين رايحين يرافقونا في هذه الحلقه ويمدونا من الخبره تاعهم. ان شاء الله يمثلوا اليوم الامراه احسن تمثيل كما عادت وجرات العاده انهم يمثلونا في العديد من المحافل الدوليه. اكيد انا ما راحش نخبي عليكم مشاهدينا انه ضيوفنا عزاز علينا بالبزاف، وضيفات الضيفات تاع اليوم، لانه البلاطو خاص بالنساء وانا راح نكون للاسف الرجل الوحيد في البلاطو، لكن معليش راني في وسط اختي زهره والضيفات تاعي اللي راهم بمثابه الام الثانيه. الاولى هي اعلاميه وسياسيه، وصلت الى ثلاثي الرئاسه وكانت كاتبه الدوله وبرلمانيه. اكيد لما نقول كامل هذه الصفات فرايحين يجتمعوا في الاستاذه زهيه بن عروس، الاعلاميه زهيه بن عروس، اللي نكن لها كل الاحترام والتقدير، وراهي حاضره معنا النهار اليوم، وانا جد سعيد اللي راح تكون معنا في البلاطو النهار اليوم. اما الضيفه الثانيه فخلي زهره. نعم. هي اللي تقدمها. شكرا لك. الضيفه الثانيه من المع مصممي الازياء الجزائريين اللي نابوا على المراه الجزائريه ونابوا عن التصميم في مختلف المحافل الدوليه. شرفت العالم الجزائري وافتردت بتصاميم، خاصة أنها طلعت القندورة الجزائرية من السيل التقليدي إلى لمسات العصرنة اللي كانت من عندها أول مصممة. إذا حاضرة معنا اليوم ولأول مرة وحصريا في بلاتو كوفي تايم راح نتعرفوا مع بعضنا على منوبة كرياتريس لأول مرة اللي راح تكون طلع لكم عبر شاشة من شاشات التلفزيون الجزائري.
شيء جميل جدا. وانا واش عجبني انه حصريا لبرنامج كوفي تايم هذه السمانه راح نجوزوها غير حصريا. نعم ماذا بيا زهرة انا نعرضك نروحوا ديريكتومون للصالون تاعنا نريحوا باش هكذا نقدروا نستقبلوا الاتصالات وندخلوا ضيوفنا يكونوا معنا من بدايه الحلقه نهار اليوم. انا اليوم القهوه سمحت فيها ما نكذبش عليك. عيد المراه خليت كلش للمراه، كلش الحديث على المراه، والبلاطو هذا رايح يكون خاص كما راكم تشوفوا. هاد الحلويات ايضا اللي راهي مزينه البلاطو باش بين وهكذا شويه. المرافقين اللي رافقونا نهار اليوم وسبونسوريزاو هاد الحلقه تاع نهار اليوم عندنا جولدن نويز ويدينغ تاع البليده عليك، هذه تمور بالشيكولا وفيها مكسرات، فيها مكسرات. فهذوك اللي راهم من عند جولدن نويز ويدينغ. تري بيان، عندنا جولدن نويز ويدينغ وكيما رافقنا اليوم كيما شفتوا لا بيل بيس مونتي اللي كانت فوق لو بار اللي راهي محطوطه من عند نور الهاني الغني عن التعريف، لي دو باتيسري اللي راهم حاضرين معنا اليوم. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا البرنامج، وشكرا لانكم اخترتوا انكم تهديوا من اناملكم الى هاد السيدات اللي راهم حاضرين معنا. اكيد وهذا الشيء اللي دائما لازم نديروه وخاصه في هذا العيد. احنا اوكي عيد المراه هو في 365 يوم، نعم، مش غير في يوم 8 مارس، لكن يوم 8 مارس اختيرك يوم عالمي لعيد المراه، سما كل نساء العالم رايحين يحتفلوا بهذا العيد. نقول لكم عيد سعيد لكل النساء، لكل النساء الحاير الجزائريات، وخاصة أنا حبيت زعما بالمناسبة نغتنم الفرصة لأنه كنت دائما نقضي هذا العيد بجانب الوالدة تاعي والأخوات تاعي اللي نحييهم أغلى وأحلى تحية في هذه الأمسية. نقول لأمي الغالية تحياتي ليك ولأخواتي في زوج البنات، نقول لكم نحبكم ونموت عليكم وعيدكم سعيد. ما شاء الله عليك. وقول لكم انا نصيحه لكل امراه راهي تشوف معنا، دائما تزوجوا براجل يحب امه، باسكو الراجل اللي يحب امه اكيد راح يحب وراح يكرم الزوجه تاعو. دونك ياسر راح تلقى لاشين اليوم حدا الاستوديو. يا زدتي درتيني مشكله، انا لاشين ديجا ماهيش تخلص. بكل تواضع. لا بكل تواضع، مش زعما. شكرا. صح بون، واش نديروا زعما؟ نستقبلوا اول مكالمه في حلقه اليوم. معليش اللي حبيت. اول مكالمه، يلا معليش. اذا اول مكالمه. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. عندنا المكالمه ولا ما عندنا شي كونترول؟ تري بيان، اي لحق المكالمه اي في الطريق، انقطع الاتصال، انقطعت المكالمه للاسف الشديد. فانا ماذا بيا دوكا نورمالمون نستقبلوا ضيوف تاعنا، الضيفات الغاليات على قلوبنا اليوم. بعد هذه المكالمة قبلها نستقبلوا مكالمة كما هم يقولوا لي في غرفة الكنترول، نقولوا على مساء الخير. الو الو الو، مساء الخير. كيراكي غاية، وانت كيراكي؟ لاباس. الحمد لله. تفضلي. عيدك سعيد نقول لك أول. هو بانت لي هدية تاع أول جبان. العيد تاعها. الو الو الو، انقطع الاتصال، معليش ان شاء الله يعاودوا يتواصلوا معنا. الو كي معنا، تفضلي. شوفي شوفي، طفي التلفزيون، راكي تشوفي فينا من التلفزيون، غير نقصي التلفزيون حطيه ميوت ولا نقصي لو سون كاريمون وبقاي سمعينا من التليفون. اي صح. هذا وين فقت لها انا، سما كانت تسمع فينا من التلفزيون وتطلب سبع ثواني باش يوصل لها الصوت تاعنا. تري بيان. الو راكي سمعي فينا دوكا؟ وي. اهلا مساء الخير، نقول لك عيد سعيد. صحيح. منين راكي تتصلي بنا ومن وين؟ من سيدي بن عباس. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ شحال؟ راهم يمليو عليك ثاني. عندي 10 سنين. 10 سنين. قولي اللي راهي قدامك تبعد عليك، قولي لها ما نسحقكش توري لي واش نقول، قولي لها خليني نهضر كيما نعرف معاهم. صح صح. رايحين نحكموا الرقم تاعك لعنا ونعاودوا نعيطوا لك في اول جوان ونقولوا لك صح عيدك. تفضلي، مرحبا بك. يمليو عليها. عيدكم سعيد. عيدكم سعيد. ماشي انا ماشي عيدي، عيد زهره. قولي لزهره عيدك سعيد، انا ما عنده ما دخلني في عيد المراه. عيدك سعيد. شكرا لك حبيبتي، ربي يخليك. شكرا. كل عام وانتي بخير. شكرا، ربي يحفظك. شكرا لك. شكرا لك على اتصالك. هذه الكتكوته الصغيره من سيدي بن عباس.
شكرا شكرا. ربي يخليك ربي ينورك ربي ينورك. ما على باليش هذه اللي راهي تملي عليك، علاش ما رفدتش لاباري وهضرت معنا هي كاريمون وما نقولوا لها عيد سعيد ليك ولكل الجزائريين. فوالا اكزاكتومون دونك زهره، انا ما حابش نشوق المشاهدين اكثر وراني حاب نستقبلهم فريمون كل من زهيه بن عروس ومن نوبه اللي حاضره معنا لاول مره زهره في منوبه هي الاسم الحقيقي تاع حريم من نايفي اللي راح تحكي على نفسها وتحكي عن المسيره تاعها. اللي راح نستقبلوهم نبداو بالاعلاميه بسفيرة الاعلام الجزائري وقامه من القامات، نستقبلوا زهيه بن عروس تتفضل معنا. زهيه بن عروس فلتتفضل معنا تحت انغام موسيقى الموسيقى. أيوة أنت. تفضلي ما تفضلي. أيوة وصلت. تفضلي. مساء الخير أستاذة زهية، مساء الخير. أهلا أهلا مرحبا بك نورتي. شكرا لك هنا. تفضلي. شكرا. يا الدار دارك وين ما حبيتي ريحي. حنا رانا ضيوف عندك اليوم. عادي جدا. بنتي زهره ابني ياسر لينا الشرف. متشرفين بهذا الاستضافه يعني طيبه. شكرا. وعلى قناه الشروق تي في وايضا في هذا اليوم لانه يوم مميز يوم. شكرا لك. شكرا للمراه. وحنا اخترنا انه هذا اليوم مميز يكون بحضور مميز ايضا. شكرا لك. وانا الحضور المميز زهره اكيد راح نقول لمشاهدينا الكرام جديد بما يعرفش ما كانش اللي ما يعرفش زهيه بن عروس سواء كسياسيه ولا كمقدمه نشره اخبار، اول مقدمه نشره اخبار باللغه العربيه هذه باش ربما جيل جديد ما يعرفش. جيل جديد ممكن اللي ما يعرفوش، اللي ما يعرفوش الاستاذه زهيه بن عروس. يلا نشوفوا هذا البورتري من اعداد الزميله هلا عيساني ونعاود نوليو ونتحدثوا مع الاستاذه زهيه بن عروس. سيدات هذا بيان رسمي موجه للأمة. ضيفتنا اليوم ابنة الحضنة مثال للمرأة الجزائرية القوية زهية بن عروس. أي البترول قد انتهت. إذا تكلمنا عن زهية الإعلامية يمكننا القول بكل فخر أنها مكتبة في الوسط الإعلامي. بصمتها كانت واضحة فسميت بسيدة نشرة الثامنة. مشاركتها في الحركة الجمعوية والنشاطات السياسية كانت طريقا لنيلها مقعدا تحت قبة البرلمان لتستلم بعدها منصب كاتب دولة لدى وزير الاتصال المكلف بالثقافة. آخر تصريح لها كشفت فيه عن تلقيها لعرض للزواج من الراحل معمر القذافي. أنا نبدأ شوف نبدأ من الأخير نبدأ من الأخير ديركتومو نقول لك الحكاية هذه نبداو من حكاية معمر القذافي اللي كان عرض عليك الزواج. والله يا أخ ياسر وزهرة مع كل احترامي للسادة المشاهدين أنه صح اليوم رانا في عيد المرأة والعالمي وخاصة المرأة الجزائرية هناك تحديات هناك أكيد. أزمة اقتصادية هناك أزمة حتى صحية في العالم والجزائر أيضا ليست بمنأى عن هذه الأزمة هناك يعني آثار يعني جد خطيرة حتى على الأوضاع الاجتماعية وكذا فنظن أنه ليست هذه أهم خطوة أو أهم هذه تفاصيل جزئية صغيرة جزئية بسيطة جدا من الحياة. أنا من باب الفضول من باب الفضول من باب أنه رئيس دولة طبعا رئيس سابق للدولة مش غريب ما شاء الله سيدة في كل بلدان العالم وهذه حياة الإنسان يعني لما يكون هنا هنا ضعت الشيء اللي ربما ناكد عليه انه لون بيبليك لا فان بيبليك انا باش ناكد على اهميه المراه الجزائريه لا نعم. لا اهميه المراه الجزائريه مش من باب الزواج لا شوف انا متحدثه مع كل احترامي يعني مبدا الزواج والعائله والاسره لا انا حبيت نتكلم لك اليوم المراه وانا من هذا اللي اعطيتوني يعني نشكركم كثير لانكم اعطيتوني منبر اعطيتوني يعني مكان من باب نتكلم عليه ونافذه ندخل بيوت الناس اكيد من خلال الشروق ندخل الى بيوت وان شاء الله حياتنا كلها اشراقه وكذا ان شاء الله لانه اليوم الوضع استثنائي بامتياز بامتياز صدقوني الوضع حتى لا اقول يعني حساس وخطير للغايه هناك كما تعلمون الجائحه
والبارح فقط هناك فيضانات، وخلوني نترحم على ضحايا وادي الفيضان في ولاية شلف، يعني راح عائلات بكاملها. نترحموا على الأموات ونتمنى الشفاء يعني كل الصحة والعافية لكل المرضى، لكل المصابين وين كانوا، خاصة في أزمة الجائحة هذه التي يعني أبعدتنا عن بعضنا البعض. فأنتم أعطيتنا فرصة أننا عيد المرأة العالمية كنا نحتك مع النساء. إحنا اليوم اعتمدنا أننا نجيبوا قامات يعني من مجالات مختلفة باش المرأة هذيك اللي راهي وراء الشاشة تدي من خبرتكم، تدي من نصائحكم. وهذا يعني حبيتنا سي لو بوت اليوم تاع البرنامج. أنتم عندكم رسالة إعلام أكيد، ورسالة هذه ولكل إعلامية رسالتكم لا تنتهي عند فقط هذه ربما تفاصيل، هناك جزئيات كما قلت ولكن هناك أهم. إحنا نمشوا دائما من إلى الأهم وإلى الأولويات. اليوم أولويتنا أننا تكون فيه لحمة، تكون هناك المرأة لم تعد يعني قاصر، لم تعد ماكثة في البيت. وإن أحيي كل النساء أمهاتنا، أمي الوالدة التي أنجبتني والتي لازم تدخل المدرسة، هذا المهم. اليوم جيل أنك جيل زهرة وجيل ياسر، لأنكم هذه الحياة أكيد. رجال ونساء، النساء هم نصف المجتمع، ورسالة النساء ربما ومهام النساء اليوم في عصرنا هذا أخطر ويعني يعني أقوى من ناحية الأهمية من المراحل التي سبقت. وإن كنا نترحم على كل شهيدات والثورة التحريرية المجيدة، شهيدات الواجب الوطني أيام المأساة الوطنية، شهيدات الآن شهيدات كوفيد 19، هناك شهيدات. هذا هو المهم بالنسبة لي. الإعلان هو الإنسان المبين. أنا نوعدك باللي رايحين نهضروا على أهم مشكلتين وعندنا أسئلة يعني اللي راجعوا جميها لك أكيد. وعلى السياسة أكيد. على اليوم أسمحوا لي، اليوم جيتكم راني أول ناطقة رسمية باسم حزب في الجزائر، جبهة يعني خلينا من رؤساء الأحزاب جبهة حكم يعني جبهة الحكم الراشد، جبهة الحكم الراشد بقيادة الدكتور عيسى بلهادي، محامي شاب مثلك، شاب محامي أستاذ جامعي، يعني هذا مفخرة للجزائر أن كلنا نتعاون. لماذا نتعاون؟ نتعاون على أن ننجي بلادنا، نخرج بلادنا من كل الأزمات إن شاء الله، وتكون يعني المساواة اللي نتحدث عنها. خاصة أنه الحزب تاعكم فيه دفعة شبابية كبيرة، كل الشباب لأني متابعكم في مواقع التواصل الاجتماعي، والله الأغلبية لم تدخل السياسة لا من الباب ولا من النافذة. معليش نروحوا الآن إلى فصل إشهاري وبعده نستقبلوا الضيفة الثانية اللي راح حاضرة معنا النهار اليوم. عودة لكم مشاهدينا الكرام، مازلنا متواصلين معكم حلقة خاصة كما قلنا لكم بالمرأة عامة وبالمرأة الجزائرية والعربية خصوصا. إذا نستقبلوا ما نطولوش عليكم ونستقبلوا ضيفتنا المتألقة الثانية اللي حاضرة معنا سيليس من نوبة. نعاود نذكر أنها حصريا لأول مرة على قناة الشروق تي في وعلى قناة الجزائرية، راح تكشف على الشكل نتاعها وتكون حاضرة معنا ترافقنا في هذه القاعدة. ريم نايفي أو سيليس من نوبة حاضرة معنا، مرحبا بك. أهلا 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 وسهلا ماما، مغني لها اهلا وسهلا اهلا بك. غني غينا طومباش شغل تفضلي طرحيه اليوم على غير العاده. مرحبا بك، يعيشك يسلمك يعيشك. دونك ريم من نايفي التحقت بينا. المجاهد الكريم بزاف يعرف سيليس من نوبة بشكل ما يعرفوك، يعرفو غير لي موديل تاعك. سي فغي ما نبانش بزاف، سي اكسيبسيونيل دايوغ. ميرسي كي جاكسبت اون انفيتاسيون سورتو باغ سو جور سبيسيال كي لا فيت دو لا فام. دو لا فام يعيشك، دو لوت سورتو بور لي دروا دو لا فام. سورتو اليوم رانا كامل هنا باش نهضرو على المرأة وباش نكونوا كيما كنت نقول السيدة تاهية بن عروس، باش نديهم الخبرة نتاعكم لأنه كل منكم عندها خبرة في مجالها. دونك باش ما نبخلوش على المراه اللي راهي تشوف فينا اليوم، دونك راح نهضروا على كل حاجه، نقولوا كل حاجه في مشواركم، كل عثره يمكن هي باش ما تعترش فيها تمدوا لها وتعيشوا معها اليوم هذا اليوم عبر هذه الشاشه ان شاء الله. قبل ما نبداو في الحديث مباشره معهم، انا نسقسي استاذتي وكذلك نوبه، اسكو ندير لكم قهوه؟
قولوا له غير باش نقعدوا اونتر فام. طيب القهوه زي لا لا عندي غلطه لو كان نقولوا اونتر فام لازم الراجل يكون مشارك معنا. بيان سور انا اليوم راني خدامكم في تقرير المصير كل شيء. على بالك كي درنا المقدمه كيفاش هدر علينا قلت له تهدر اليوم على المراه. الو حنا البروغرام تاعنا سي كوفي تايم وقت القهوه بوست كافي. فوالا بوست كافي داير لكم قهوه ولكن قهوه ملقبه. قهوه ملقمه كيما تاع البقراج تاعك تاع الدار. على بالك بعثتك للكوزينه. نو باسكو انا شوف الامانه انا اول مره تلاقيت بسيده زهيه بن عروس وكان لي الشرف اني رحت عندها البيت دارت لنا قهوه. انا نقول لك واحد القهوه في حياتي ما ذقتهاش قهوه تاع البقراج. سيت اون تخاليزا انا ما درتيليش. وقلت واعيد انه اللي ما ذاقش قهوه عند زهيه بن عروس في بيتها ماهوش اعلامي. وحتى ماهوش في بيتها المهم يذوق القهوه. المهم باش تولي اعلاميه روحي ذوقي قهوه عند زهيه بن عروس. يعني صح انه القهوه طقوس سي ريتوال كيما اللي يحضروا الشاي بالمره. اللي يحضروا الشاي احنا في الصحراء كيروحوا يعني لجنوبنا الكبير يعني لحفاوه الاستقبال وكذا والتحضير هذيك طريقه تحضير الشاي يعني النعناع وكذا وبالكاس وحتى الرغوه هذيك تطلع وكذا. والاحسن اللي يحضروا الشاي هم الرجال. صح هم الرجال مش لي زون بلو يديروها. تبقى القهوه الملقمه البن يعني نطحنوه في وقته. معليش انا دوك القهوه واعطيوني رايكم انتم اسكو مليحه ولا ماشي مليحه. بارك الله فيك. وي تحدي هذا تحدي تحدي يلا تري بيان. دونك كيما وجدنا كيما شفتوا لو بوتي بورتري اللي درناه لزهيه بن عروس راحين نشوفوا مع بعضنا لو ديفيلي اللي دارتهم من نوبه في هذا لو بوتي فيتيغ ورانا راجعين لكم. فوالا عاود عليكم جد الوغ زهيه سي بو تمثل المراه الجزائريه باتم معنى الكلمه في لباسها التقليدي الاصيل لان كل شيء لما نقولوا لاصالتنا ونحافظوا على اصالتنا بالروتوشات كاين ابداعات سيده دخلت ابداعات يعني اللي كريستو احنا نعرفوا العصرنه مزجت بين العصرنه وبين التقليدي مع الحفاظ على التراث نتاعنا. صوره تقليديه روعه. فوالا انا جبولي فوموندي كيفاش جاتك الايديا انك تدخل هذيك لاتوش تاع لي كريستو لي شواغوفسكي على القندوره فيوك فوزيتي اون بروميير اللي دارت هذه الخطوه. Alors, le travail sur, enfin, sur les gandouras ou sur les caracos, je pars sur du principe. Je travaille comme un joaillier. Justement, je considère ces pierres comme des pierres précieuses, donc des émeraudes, des rubis. Je travaille le filigrane, belftla, comme pour sertir une bague ou voilà. Je suis inspirée, je m'inspire de la joaillerie. Pour le travail de mes brodeurs. C'est très fin. Donc voilà. Et donc ça met tout de suite, ça met tout de suite ces pierres en valeur. Et ça fait un travail différent qui donne du relief. On est habitué à voir un travail de ftla assez plat, traditionnellement parlant. Et moi j'ai donné un peu cette dimension, enfin cette tridimension un peu à ce style de broderie. Très bien. Pourquoi l'absence de Menouba? يعني علاه منوبة ما نشوفوهاش هكا في لي بلاطو طلع لينا في لي ريزو سوسيو à travers avec des lives ou la confond d'autres stylistes. Peut-être parce que je suis une artiste et j'aime bien la discrétion. Je suis pas très je suis un peu sur les réseaux sociaux, mais pas trop, j'en fais pas trop. Pour moi, le plus important, le travail, il se fait derrière. Donc, je suis dans mon atelier, je crée. Et c'est vrai que je n'ai pas consacré assez d'importance à la communication. راني معاك بصح هذا ما يخفاش انه دور الاعلام مهم كثير انه يبين الامكانيات ولا لاتوش بيرسونيل تاع النوبه اللي قدرت تخرج بالتراث الجزائري وتعرف به عبر العالم. لازم ديري استراتيجيه اعلاميه انك تعرفي بالكرياسيون تاعك بلي نوفيل كوليكسيون اشاك فوا تكوني عندك اون نوفيل كوليكسيون لازم تطلع على الجمهور تاعك والمتابعين حتى لو ما يكون جو سوي داكور مي جو الفي اشاك فوا كو جو في ان ديفيلي اي لي توت سويت سور لي ريزو سوسيو مي سي فري كو سور لي بلاتو دو تيلي جو مي في
très discrète. Voilà. Très bien. En même temps, je passe beaucoup de temps à l'étranger ces dernières années. Donc, entre les défilés, le travail à l'atelier, je n'ai pas eu l'occasion de, voilà, d'être sur les plateaux de télé. Mais dorénavant, je vais me rattraper. Je viendrai souvent chez vous. Ça va, très bien, puis, on a l'honneur. C'est vraiment, je n'ai pas fait de plateau télé depuis vraiment quelques années, au moins 5 ou 6 ans. Donc aujourd'hui, c'est le retour. C'est le retour. Bonheur est à nous. Bien sûr, très bien. Anna, je vais aller au temps, peut-être, un peu le peuple jazaïri, حسيت من الجهة هذه اللي هو العشرية السوداء. سؤالي لك زهية بن عروس، كنت سبقتي وقلتي لو مت شهيدة في العشرية السوداء لكنت مفخرة، علاش هذه العبارة؟ والله شنو نقول لك، يعني ترجعينا دائما نرجعوا للمأساة الوطنية اللي مرت بها الجزائر، واليوم رانا نتكلموا على عيد المرأة ونتكلموا على آمالنا ونتكلموا على منوبة، يعني هذه كلها من صح من 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 يعني من التضحيات لكل فئات المجتمع، الكل مش غير الإعلاميين، صح الإعلاميين، أفراد الجيش الوطني، درك الأمن، كل القطاعات، يعني كان فيها والشعب كله ضحى. لكن باش نعيشوا احنا اليوم ونتكلموا على عيد المرأة وكذا، كانت هذه التضحية مثل ما ضحى بالأمس شهدائنا الله يرحمهم جميع والمجاهدين ربي يطول في عمرهم. فاحنا يعني كي قلت الكلمة هذه لأنه ما يخفاش عليكم انتم راكم صغار، يعني شباب اللي تعدوا يعني ربما 40-35 سنة، شافوا عايشوا تلك المرحلة المأساوية واللي خلفت آثار، الآثار ما زالت إلى اليوم. احنا رانا ما تقولش يعني خرجنا من السالمين غانمين كذا، عاودت ولات الوحده وعاودت كذا، ورانا نبني الجزائر الجمهوريه الجديده. اليوم نتكلم على الجمهوريه الجديده، هذا لو كان ما كانش، لو كان ما فيش هذيك التضحيات، فمن بين القطاعات الاعلام طبعا اللي دفع ثمن غالي، وطريقه القتل وطريقه الاغتيال هي اللي الناس تموت، يعني الموت حق على كل واحد. على انك حبيتي انك في هذيك الفتره لو كنت شهيده، على هد شوفي انا ما كنت، انا كنت نتمنى يكون نقول والله ورانا ولا ماذا بيا، وكان يعني عشت الثوره، كنت عشت الثوره، كنت شهيده الثوره، ما يتمناش يكون شهيد. شهيد يعني وشنو الشهاده؟ هي انك من اجل قضيه، سي 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 كومباتر ولا سي لوتي بور اون كوز، يعني بون كوز يدخل اسمك في التاريخ. كاين اغلى من الوطن، لا بون كوز، تمشي على تدافع على حق وحقوقك على وتقدم واجبات، ولكن من اجل ماذا؟ من اجل الوطن. احنا لا عايشين في وطن، هذا المنزل ولا هذا الدار لتأوينا جميعا، على اختلاف يعني مشاربنا وتوجهاتنا يعني السياسيه والثقافيه وكذا. فنظن انه انا تمنيت يعني الشهاده لانه تلما جي فيكيو هذاك لو درام، هذاك الديتاي، ولينا لي ديتاي، يعني كيفاش كانت الاغتيالات، وكان كاين كانت يعني القتل البشع، كانت يعني تقطيع يعني الجثث تاع هذه الاشياء اللي خلاتني نقول يعني شهيده مش شهيده الواجب الوطني، لانه كثير من الزملاء والزميلات وكثير من الشعب اكثر من 250 الف شهيد. فاذا واش نساوي انا امام هؤلاء؟ صحيح. فان شاء الله يعني قلت هذه امنيتي، والحمد لله احنا اليوم راني عايشه في الفايده، ربي يطول في عمرك. حتى من خلال كلام الاستاذ زهية بن عروس المقدمه تاعي باش تعرفوا باللي المراه الجزائريه هي مراه عندها حاجه سبيسيال. انا كي قلت المراه الجزائريه خاصه، ماشي زعما فضلت المراه الجزائريه على نساء العالم اجمع، لكن المراه الجزائريه اينما حلت واينما ارتحلت في كل المجالات في كل الميادين وفي كل بلدان العالم تبقى دائما عندها شيء مميز، سواء من حيث عندها رجوله، حاجه في الرجوله، فحله. المراه الفحله اللي كما كنت تقولي الواجب الوطني، حب الوطن كذلك عند المراه الجزائريه يتخطى الحدود، سواء عندك انت استاذه زهية بن عروس ولا سواء عند منوبه اللي حب الوطن كلها تحب التقاليد والعادات تاعها باش توصل من خلال اللباس التقليدي
توصل لباسك التقليدي الى العالميه. كل واحد يعبر بطريقته على حبه للوطن من خلال الفن، من خلال الرقص، من خلال الغناء، من خلال الهندسه، من خلال البناء، الكل من خلال السلاح. كل واحد فنان، كل واحد في المجال، يعني في مجاله. نعم اكيد. دونك انا اليوم بما انه تهضري لي على النور خلاص مش عاود على بالك نعاود نبكي وين كنت نترحم على كل الزملاء. اكيد نعم نترحموا عليهم كامل. اذا سؤالنا اليوم واليوم اللي جبناكم سبب هو انكم حكيونا على الخبره تاعكم. اكيد كل مره تواجه صعوبات في حياتها، لكن كل وحده عندها حاجه صعوبه واجهت لكن بهذيك الصعوبه نجحت. تبداي مع الوقت بالنوبه. نبداو من اليمين الى اليسار. نبداو من النوبه. والله جو سي با ما كونت اون ام ميتي كيلكو سوا لي زوبستاك فوالا اون ا با لابريسيون كو سي صعوبه ولا مي moi quand j'ai commencé c'est vrai que j'ai un parcours atypique, je suis médecin de formation oui. Donc avec la couture, bon, quoique je dirais que c'est la médecine qui est en plus dans ma vie que la couture, j'ai toujours été, je suis née couturière, j'ai ça dans le sang, mais sur le plan académique mon parcours est atypique. J'ai pas fait de j'ai pas très jeune, je savais pas que j'allais vers ça. Ensuite, bon, j'ai pu faire une formation de modélisme, une école de mode. J'ai appris tout ce qu'il fallait apprendre sur le modélisme. Et je me suis lancée dans cette aventure qui était pour moi un rêve de petite fille. La Barbie, les poupées, c'était juste les poupées qui ont changé, qui sont devenues humaines. C'était magique. Voilà, je oui, m'attendais pas carrément. Voilà, je savais pas où j'allais. J'avais cette envie en moi, j'avais des choses à exprimer. C'était un défi que vous avez pris. Yani, oui, oui, c'est vrai. C'était un risque, c'était une aventure. Mais j'y croyais. J'avais des choses en moi, j'avais des choses à exprimer. Je me suis dit, bon, peut-être que ça va plaire, peut-être que je vais apporter quelque chose en plus d'original. Comme on dit, la mienne, je ne l'ai pas dans ton cœur. Après, bon, les difficultés, je pense qu'entre le rêve et le métier, il y a tout un monde. Rêver comme ça d'une silhouette parfaite, ensuite en faire un métier, recevoir du monde, adapter ses modèles à différents... différentes personnes, c'est ça le défi. Ensuite, j'ai quand même un peu désacralisé le vêtement traditionnel. Le vêtement traditionnel, généralement, on n'ose pas, on dit non, ça se fait pas. ترجعيها سنتخي ولا ديريها دي كوتي ولا ستيليزم لازم الواحد يخلي لا توش تاعو sinon ça devient pas. Voilà, donc la difficulté aussi c'était un petit peu faire adhérer les gens à ma vision, oui. à mes créations. Alhamdulillah تبعوك الناس وامنوا الموهبه نتاعك. مدام منوبه خرجت ودارت العالم وحتى في فرنسا كانت عندها عروض ازياء. عندنا مكالمه هاتفيه راهي تستنى فينا منذ لحظات من فرنسا. نقولوا الو. مساء الخير. من ليل اكزاكتومون. الو الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام بالاحواد بالاخوه والاحبه، راكم منورين الشاشه. ربي يخليك. بون فيت. والله يا اخت راكي مثل الورده، واليوم عيد المراه و 8 مارس واش نقول لك. ربي يخليك. ميرسي. هي ديجا زهره قدامك. هي اسمها زهره الازرق تاعو، يعني البلو هذا راه مضوينه وراه. ربي يخليك. ربي ينور. والله راني مع كوفي تايم. وي راكي معانا في برنامج كوفي تايم. كوفي تايم راني نشرب في القهوه تاعي انا. صحتك. ايوا صحتك. بون فيت ان شاء الله. هاي انا تاني نشرب معاك. يسلمك سيدتي يسلمك. يعيشك. معانا اليوم دو غروند دا. نقول لك اول مره نتصل واشقفة كل يوم. والله كل يوم عندي نسي نتصل معاكم. اليوم عندك حد خاص، اليوم زهرك راهو سبيسيال بزاف، لازم تصلي وتدعي وتحمدي ربي. الشاشة يا حسرات. شكرا لك. زهية بن عروس. أيوة. شكرا. سيدة الشاشة الجزائرية. الله أكبر يا حسرات، ربينا على صوتها. الله يخليك. الله يخليك.
وكذلك راهي ايضا ليك ولكل عائله ولكل نساء الجزائر. والله العظيم تربينا. شوفي هي الحب كما يقال حب الوالدين، حب الوالدين السيده زهيه رسخوه فينا انايا، رسخوه فيا بزاف حب الوطن. نعم ما شاء الله. شكرا لك. شكرا. وكذلك منو بون الا كان مازال ما تعرفيهاش اكيد راكي شتي لقطات من لي ديفيلي تاعها اللي كانت دارتهم ان بو بارتو دون الموند. وانا راني مغتربه يعني في فرنسا بليل مقيمه. دونك ان شاء الله منوبه تجي دير لكم ديفيلي في ليل ان شاء الله. ان شاء الله. دونك حنا نهنئوك من خلال هذا الاتصال اللي تفاعلتي معنا في هذا النهار. نقول لك عيد سعيد لك ولكل النساء المغتربات. شفت الاخت زنوبه المصممه تاعنا كي نشوف الازياء تاعها، كنت نشوف قبيله في الديفيلي دمود تاعها يا الحبيبه، واش نقول لك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صافي يا عيد تخفتيها كي نقولوا هنايا. ان شاء الله كي تهبط البلاد وي روندي فيزيت ان شاء الله. مرحبا بك. يا ان شاء الله ان شاء الله. والله راكم منورين الشاشه، منورين الشاشه. شكرا. ان شاء الله يتنحى علينا كوكين معنا. السيدات راهم منورين الشاشه معنا. الله ينورك انت حياتك. والله الله رانا تابعوكم من شوفي من فرنسا وين نكونوا وين نكونوا من شرف لينا، شرف لينا ربي ان شاء الله. هاد الموم وهاد القهوه هذا اللي هدئنا لي. صح سي فغي لما العات على العايله. والله سي لي كيليبغ دو لا جورني هاد الوقت يفو فريمون. والله والله يبقى عندنا وحتى البلاد وحتى الوالدين وحتى العائله. واش نقول لكم راكم محظوظين يا اخت، والله راكم محظوظين. والله شكرا لك ربي يخليك. محظوظين ايضا بسماعنا لصوتك في هذه الامسيه. راكم محظوظين القعده كيما هذه، قعده الديريه اللي رانا مشتاقينها نستناو في الله يا عوام. ان شاء الله الايام. نعم مازالت الايام تعاودوا تدخلوا للبلاد وتعاودوا ترجعوا لديك اللمه الشابه. بزاف بزاف متعطشين بزاف. شكرا لك وبزاف رحنا بالمكالمة تاعك. تحيه لكل الجاليه اللي راح متواجدين بالخارج. كبيره كبيره بزاف لكل الاهل في العاصمه. شكرا. تحياتنا لكم كل عائله كركود وعائله بوشده. ان شاء الله راهم يتسمعوا فيك وتشرفنا بزاف بالمكالمه تاعك. وبون فيت انكور اون فوا يعيشك. اذا احنا يا ياسر نقول للمشاهدين الكرام جا الوقت اللي انتم ما تحبوهش بصح احنا لا غالب لازم نحبوه. مازال ربع دقائق للوقت اللي ما تحبوهش. هذاك مادام مازال ربع دقائق هادو ما تقلقش يا فيصل وتقول لنا باسكو انا كي تقول لي هكذاك شغل نروح لونسي ديريكتوم الفاصل. بصح انا ماذا بيا نزيد نتواصل لانه اليوم راهو يوم مميز مميز, مميز. بزاف. واكيد بما انه حكيت لنا من نوبه زيد تحكي لنا الاستاذ زهيه لانك مثال للمراه الناجحه، مثال للاعلاميه الناجحه، مثال للبرلمانيه الناجحه ان شاء الله بصفه عامه لانه تعددت المناصب وتعددت الصفات. لكن زهيه بقت دائما محافظه على صورتها الجميله وكذلك الهيبه تاعها اللي كل الناس راهي تحترمك. اكيد لانه زهيه كسبها الاحترام كاريزما زهيه. الحمد لله ربي يهنيكم ان شاء الله ويحقق امنياتكم وامنيات كل النساء ورجال الجزائر بنات وطننا الحبيب. نكمل كما الاخت منوبه بديت ايضا نحب الفن قبل الاعلام. جميل. طبعا نحكيها ربما هنا وهناك ولكن الناس يعرفوني كإعلامية. أنا بديت في الصور كنت نرسم كثير، نحب الرسم والشعر أيضا. قريت كنت نكتب شعر. نعم. كتبت شعر على المرحوم رئيس الراحل بومدين. كتبت كنت يعني مزلت في المويان في لاكلاس مويان وبعد طلعت في الليسي كيف كيف ثانوي كيف كيف. ولكن بديت السينما لانه يعني انا بحكم انه الوالد الله يرحمه الوالد حسن عباس مدير تصوير. نعم. مدير تصوير خدمت في كثير من الاعمال منها كرونيك ديزاني بغاز منذ ايام وقائع سنين الجمر اللي كان فيه مدير تصوير. كان ايضا حتى الحضور القريب عن القرب عايشنا مع الممثلين الكبار. مع الخضر حمينه يعني كان اكيد صديق العائله ومن يعني من واحد من العائله تاعنا. كاين عايشت كثير من الـ 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 يعني المخرجين رابح لاراجي يوسف بوشوشي لمين مرباح كثير. وتعاملت انا كنت قبل ما نبدا في التلفزيون ياسر زهره قبل ما نلعب كنت نشارك بالصوت. جو فازي لو دوبلاج تخدميزي من العربيه الفرنسيه ومن الفرنسيه العربيه وانا لم اتجاوز 17 من العمر كنت في البروميير عايز يعني قبل ما نجوز البي اف تاع درك.
فكنت يعني ياخذوا صوتي وكنت ندير جبله. درنا افلام كثيره، درنا حتى معرض الجزائر الدولي في الوقت هذاك، كيقول في الوقت هذاك السبعينيات اواخر السبعينيات، كان المعرض يدير تحقيقات دي سبوت بيبليسيتير ويدير دي دوكيومونتير، مي دي بيتي دوكيومونتير باش يفوتوها في معرض الجزائر. فكان صوتي دائما يسمعوه في المعارض هذاك، فالصوت والكاميرا بحكم انه الوالد كان يجيب لنا السينما حتى للدار، ما كناش نروحوا للسينما، كان هو يجيب لنا السينما، دونك بروجيكسيون دو فيلم يديرها لنا في البيت، وكنا نشوفوا الافلام وكذا. فبحكم هذا الجو اللي سمعي بصري احنا غرسنا فينا، وهي العائلة كلها سمعي كلها بصري، حتى الأخ تاعك مدير التصوير يعني راهو ستان انترميتون يخدم في، ولكن كما الان الانترميتون وانتم مش الحمد لله راكم ان شاء الله ربي يحفظكم من هذا، انه الازمه هذه تاع الكوفيد 19 والكونفينمون الحجر الصحي خلى الناس يعني يتقاسوا من هذه الازمه تاع، فهو ما عندوش يعني العمل تاعو نقص بارابور واش كان يخدم الافلام والكذا، ف يعني معاناة. مش نقول لك باللي انه الصورة، احنا الصورة في العائلة، الصورة والصوت دائما كان يعني حبنا، يعني سيتي نوتر باسيون، مازالت الى الان سيتي اون باسيون. هذا اداني راه دخلت الاعلام، دخلت الاعلام ولكن من الزاوية هذه تاع السمع البصري، اللي كنت في الديوان الوطني، كنت صغيرة، الديوان الوطني للتجارة والصناعة السينماتوغرافية، وكنت نشارك بالصوت شوية قليل، لعبت في فيلم في 81 هاك درت لقطه في البدايه وي 81 82 هذيك سيتي لابري بيترول، الفيلم تاع محمد حلمي اللي نحييه بالمناسبه وكل عائله، يعني فيلم حول سيتي فيكسيون ما بعد البترول، سيتي يتوقع هذا الفيلم انه كل اخلاص البترول واش هي الازمه، كيفاش الناس راح تتصرف، واش الحلول رانا فيها، سيتي فوالا افونغارديست. ايضا فيلم اللي ما تعرفوش باللي لعبت فيه نقولها لكم سيتي مع الاخضر حمينا لو فون دو سابل، ريح الرمال او العاصفه يسموها بالترجمه، يعني اما العاصفه اما ريح الرمليه، وين تحكي معاناه وحنا نتكلموا على عيد المراه، شوف يعني قدره الاله، ونحن نحكي على عيد المراه ومعاناه المراه الجزائريه بصفه خاصه، خلينا المراه في العالم ولكن الفلسطينيه العراقيه الصحراويه، لكن اليوم حنا نتكلموا على المراه الجزائريه. ومن خلال الفيلم هذا وانا صغيره شويه كنت يعني مازلت 82 مازلت 88 كان عندي بزاف نشاط هذاك، فكنت غير كيما دخلت للتلفزيون كي نادى لي للدور هذاك بلا ما تحس من بطوله يعني الممثلين، الام تاعي في الفيلم مش هذا الحقيقه ولكنها تعكس الحقيقه، الام التي تنجب البنات، الام اللي الزوجه تاع السيد اللي تعطي له الا البنات، فهو بيسخط عليها فيكون قاسي عليها ويضربها، المراه كانت مع انه البنات هما فا الخير المؤنسات. واذا الوؤودة سئلت باي ذنب قتلت، يعني من قبل الاسلام كانت البنات تؤد يعني تدفن هذاك، هذا المشهد هذا نتاع الام تاعي اللي جابت نساء ونساء هذو كبروا وانا زعاني كبرت وليت استاذه في الجامعه، فكنت هذا الدور تاعي في هذاك الفيلم تاع الفونسابل، فكنت يعني شغل استشراف كيفاش اننا اليوم نتكلموا على محاربه العنف، محاربه التهميش، محاربه التحرش الجنسي الهارسيلما، هذه كلها كانت في هذاك الفيلم اللي يعني نقول لك في 82 فكان هذا ومنها دونك انا كنت متشبعه كثير بكل ما هو فن ثم دخلت لمجال الاعلام، القدر ساقك الى مجال الاعلام لانه المحيط العائلي ديجا هو اللي يشجع. اول نشره اللي درتيها كنت لابسه سالوبيتون دين، كنت جايه من الجامعه في السن تاعكم 22 23 سنه وانت جايه من الجامعه وتقدمي وشنو نشره الاخبار الرئيسيه اون بلوس مسؤولي لو 20 جي كومونسي افيك لو 20 جي في لو 13 مي سيتي بور اون بتيت بيريود pour robuster un petit peu اسمو encourager l'équipe mais le 20h j'ai fait 17 سنه في ال 20h 17 سنه يقولوا علاش خرجتي من ال 20h بصح 17 سنه بزاف حتى الناس تربت معاك كبرت على صوتك على تقديمك لانه من المعروف انه مقدم النشره لازم يكون شويه عنده يعني كبير في اللاج لازم يكون عنده مصداقيه ثانيه والله المصداقيه كانت المصداقيه مع بدايه لماذا؟ لان عايشنا جيل سي فري
سي رواد، رواد الاعلام في الوقت هذا من الوزن الثقيل، كي نقول لكم اسماء يعني الله يرحمهم كل قليل مزال، وكيل بالبحري وحرات بن جدو وكثيرين يعني اسماء ثقيله، اسماء ثقيله الله يرحمهم ويوسع عليهم. ومنهم ايضا الملائكه اللي راه يعني اول نشره قدمتها مع محمد الملائكه اللي راه ربي يطوله في العمر. فكانت يعني وكان بالاسود والابيض سيتي لا فان دي زاني 79 80، دونك سيتي نواغي بلان. اول نشره كانت بالاسود ولا فيعني شرف، كل الشرف انني دخلت هذا. انا بالنسبه لي دخلت باب صغير لاني كنت حابه سينما، سينما في نظري وانا صغيره شابه كانت تبدو لي اكبر واسعه على التلفزيون. ولكن لما دخلت التلفزيون شفت التلفزيون عالم عالم السمع البصر عالم الكم، والكاميرا ما كانتش كاميرا ثقيله يعني المونتاج كان بالوسائل الثقيله، تلصق الفيلم هذا كي تلصق ماشي بالكاسيت هذه في اش اس وكذا، كانت ابخي. احنا كنا بالفيلم كان 16 ملم 5 ملم، فكان كما الاشرطه اللي كانت تسجل في السينما نستعملها في الفاكس، كان الفاكس يطلع تيلكس تيلكس الاخضر جينا بتيلكس. فكنا هذه جيل الثمانينات، ثم الان تطور التطور يعني قناه انتم راكم في قناه هذه من بعد الانفتاح قناه الشروق وغيرها من القنوات الاخرى، ما شاء الله جيل يعني تتحكموا في التكنولوجيات، تتحكموا في خاصه كما قالت الاخت الان الفيسبوك والانترنت، وهذه اصبحت وسيله اعلاميه كانها الاعلام البديل بديل. على بالك اصبحت حتى انها وسيله للاحزاب انهم باش يروجوا انهم باش يكون عندهم طبعاً شعبيه اكثر. انا نشوف فيها عادت اقرب وسيله اللي ما كانتش كاينه من قبل. الاحزاب كانوا يسو دي بلاسي بلاصه لي بيغو باغتو. نعم. دركا عندنا نشوفوا احزاب ما يديروش ميم با لي بيغو، يعني يكتفيوا حتى بدي باج فيسبوك. لا ما يكونش مكتب، احنا عندنا الحمد لله مكتب جبهه الحكم الراشد راه في ولاد فايت الحمد لله، وعندنا مكاتب بعد غدوه ان شاء الله يوم الاربعاء نكون في تيارت ونواصلوا خمسين، لانه الحياه السياسيه الان اليوم كما كنت نقول لكم في البدايه اليوم راهي الجزائر تعيش مخاض، تعيش مرحله جد حاسمه مصيريه مفصليه حتى بالنسبه للتاريخ اللي راهو جاي. كيفاش نبني هذه الجزائر بعد كل هذه المعاناه اللي عشناها، شتي مأساة الوطنيه كذا، ثوره يعني مجيده مضفره كبيره. لكن الان التحدي اكبر، كيفاش نبني الجزائر بدون فوارق جهوية، بدون التمييز بين العنصرين يعني رجال ونساء، بدون فوارق بين الأحزاب، مجتمع مدني ناشط، مرأة مشاركة في الحقل السياسي في الاقتصاد في التنمية. لأنه كان ما نحقوش الاستقرار التنموي احنا الأساس، علاش نديروا السياسة أنا شخصية كيف الحزب باش نوصل للسلطة. ولكن السلطة ما هي السلطة اللي يعبر عنها الشعب، اللي تعطي لك المصداقية وتعطي لك الشرعية الشعبية الدستورية هي اللي تأتي من الشعب. هذا الديفي ما شاء الله قيم كلامك، لكن أنا برأيي نهضر شوية ونهضر في مواضيع مواضيع أكثر، لأنه المرأة المكتب البيت لا مواضيع أكثر من ذلك. كلها مجنة، كل النساء كل واحدة في موقعها، أكيد حاجة للجميع، بحاجه لكل بنات والبنات. نعم اكيد شكرا لك. لكن مشاهدينا متواصلين معكم في هذه الحلقه الخاصه بعيد المراه مباشره بعد هذا الفاصل الاشاري. تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والمغفره والثواب. امين. عاودنا رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، ومازلنا متواصلين معكم في برنامج كوفي تايم من 3:10 حتى 5:45، ورانا معكم في حلقه سبيسيال بالبزاف اليوم الخاصه بعيد المراه. واليوم انا حبيت نقاسم زميلتي زهره وكذلك ضيوفنا ولا ضيفاتنا المتميزات لنهار اليوم، قاسم معهم عيدهم ونقول لهم نهنئهم بعيدهم كما ينبغي، خاطر الرجل لازم دائما يقيم المرأة ويكون سند لها في كل المواقف، خاصة في العيد اللي ما لازمش هي في الرجل لازم يوقف معها بنقاط. المرأة نورمالمون لها ألف عيد، يعني نهار واحد ما يكفيناش، لكن اون سو كونتون دو بو. هما زادوا حاضرين ومنورين معنا كل من زهية بن عروس ومن نوبة، وحنا سعداء بزاف في مقاسمة البلاطو معاهم. نزيدوا نكملوا نهضروا برك على كي قالت واش قلت من قبل، كي كنا في لي كوليس كنا في الفاصل الاشهاري ذوقتونا هذه المرطبات اللي يعني اللي صنعها يعني الجزائري، يعني هذه مهنة هذو من عند جولدن جولدن نويز من بوليدا جولدن نويز ويدينغ يعني قلت لك وانا كنت نذوق عليها، يعطيكم وعطيتني قهوه
حتى هما يجيبوا لنا قنوره كانها بنينه بنينه. الحمد لله كي جات بنينه. خي بيان دونك انا راح نعاودوا نرجعوا للبان تاعنا ونعاودوا نرجعوا سيرتو النساء اللي راهم يشوفوا فينا اليوم. ماذا بيا ندير لكم لو ماكسيموم من النساء اللي راهم حاضرين معنا. نجي للمنوبه ونسقسيك المشكل اللي يعانيوا منه لا ماجوريتي دو ستيليست هو لو بروبليم تاع لو كوبي كولي، يعني انك تخدم خدمه ويجي واحد خلف ينسبها ليه وما بليت حيله كما نقولوا حنا. دونك كيفاش تتعاملوا مع هاد اون فادير سي دي كوليس نتاعكم اللي يعنيكم انتم برك؟ Vous avez touché un point sensible. Oui, c'est vrai. Surtout, dans les dernières années, on voit une floraison de stylistes. Et notre sbahi sbaha styliste. Parce que voilà, il y a l'attrait de l'argent, de la gloire, de plein de choses. On va se voir ce qui se passe chez le voisin. On se dit oui, on a tenu une dirkima ou un. نجيب خياط ونجيب هادي وهادي جو في داكور سي فري كو سي موني كو سي موني تري كورونت ابري موا اوتون كو كرياتريس مي موديل سون ديبوزي ا لوندا دونك سي سكي فو فير توت سويت دي كو افون دو فير سورتير ا موديل يفو ل ديبوزي ا لوندا اونسويت كونت اون فوا كو فريمون يا دو لابو دو لا بار دون بيرسون لا يفو ريكورير ا لا جوستيس اي بوي Même aujourd'hui, les gens ils font la part des choses. Donc il y a un public qui voit, qui sait, qui copie de qui. Voilà. Sans prétention aucune, je suis plagiée à outrance. Des gens se sont fait un nom en piquant, enfin en volant un peu ce que je fais. Mais mon principe. Voilà, parce qu'on ne vous voit pas aussi beaucoup, on va dire, ils parlent à la naisse et ils arrivent les modèles. C'est pour ça qu'ils ont mis les noms. Il n'y a personne qui peut, on va dire, les demander à l'âge ou qui fait une tête le modèle de Taflan ou de X ou de Y. Si, je pense que les gens, ils savent que telle personne a pris de ce modèle, de cette personne-là. C'est clair. On devine, mm-hmm. Il y a un peu de l'iqtibas, واحد يقتبس من عمل. L'iqtibas هو اساس الابداع. C'est une bonne question, justement. Elle est où la limite entre l'inspiration et la copie? C'est ça. C'est vrai que quand on arrive dans le monde de la mode, moi personnellement, avant de commencer quoi que ce soit, la première des choses à faire, c'est vraiment d'avoir une bonne base de données très large. C'est-à-dire, il faut connaître tous les couturiers, que ce soit de chez nous ou d'ailleurs. Il faut bien connaître la mode, les tendances, les styles, l'art. Quand on fait une formation dans une école de mode en bonne et due forme, on fait l'histoire de l'art. Ça veut dire il faut avoir toute cette base de données ensuite pour pouvoir justement mixer des choses sans pour autant tomber dans du déjà vu ou sans pour autant copier quelqu'un parce que parfois on copie malgré soi. On aime tellement le travail d'une personne, on est tellement admiratif qu'on se retrouve à reproduire ou à copier à quelques détails près qui font, on se dit ça ressemble à ça ou celui-là. Donc il faut se former avant de se lancer dans n'importe quel domaine artistique pour justement dire que j'ai créé quelque chose ou j'ai fait quelque chose de différent. Moi par exemple, ma démarche, c'était vraiment mon but, c'était réconcilier justement les jeunes algériennes avec le vêtement traditionnel. Parce que souvent, on le voyait comme un vêtement un peu archaïque, un peu lourd, large, pas très bien coupé. Accessible. C'est vrai que les broderies sont magnifiques, le travail est beau. Les tenues authentiques sont très belles, mais peut-être pas adaptées à l'ère du temps. Donc c'était ça mon but. Donc j'ai eu une démarche un peu déjà introduire la haute couture, c'est-à-dire le vrai modélisme. Quand on coupe une veste, il faut la couper dans les règles, de l'art, comme une veste tailleur ou comme une. J'ai voulu atténuer aussi un petit peu cette dorure, donc je suis connue pour justement avoir apporté cette touche de bronze, de cuivre,
de vieillards dans mes vestes, dans mes robes, qui font que ça a un côté un peu plus moderne, un peu plus accessible, soft et sobre. Voilà, voilà. C'est tout ce travail brodé peut-être, ne pas broder d'une façon classique, c'est-à-dire la répartition de la broderie sur un vêtement, oser, je ne sais pas, broder là, par là, par là, par là, pas forcément suivre un schéma. C'est toute une étude, c'est tout un... C'est tout un... بكم أهلا كامل اللي راكم في البلاتو. شكرا لك. السيدة اللي راهي تتكلم معنا سي سيهام لاليبانيز، هي اللي بعثت لنا هاد لا بيل بيس مونتي، نقول اللي بارتيسيبي معنا من عند نور الهاني. شكرا لك سيهام. توتوغوز. مرحبا بك. شوفي سي مون غاف دو بارلي افيك لي دو يعني لي زانفيتي ديالك الاثنين. وخاصة زهية بن عروس جو فوز ادور على بالك نموت عليك كوم فام ان شاء الله تحية لك منتي جابتك كي شفتك جيتي تخي ايمي جافي لي لارم او زيو كي شفتك والله توحشناك بزاف توحشك بخير ان شاء الله دوزتي معنا دي مومون تخي ديفيسيل كنتي فريمون لا فام ايديال بور موا يعني انت اللي لازم يحطوك نقولها لك رأيتها ما شاء الله وانتي اللي تمثلي المرأة الجزائرية صح انا جو سوي تري فيير داتر الجيريان وكم جو سوي تري فيير كنتي راكي الجيريان معنا الله يبارك فيك فريمون ماشي اني نشكر فيك جو دي لا فيريتي ومدام النوبه الوغ لا يعني باش يمثلوك ما نكذبش عليك وزات لو ميت او كونتخيغ مانيش نشكر فيك فريمون بارك الله فيك فريمون فوزافي بريزونتي لو ترافاي الجيروان الالجيروان اي سي روا مثلتي الخدمه تاعنا فوزافي فوزيوني لو ترافاي افيك الاندلسيا لو باروك الايطاليان الاسبانيول جادو سكو فو فيت ومن البكري نتبعك جو مانسبير ديجا لو غاتو درتو جوست باروك à cause de vous. Oui, c'est elle qui a guidé Nour Hani vers ce style. Vraiment bravo. Je connais la hiqal dak yani كنت نسمع واحد ما يلحق خدمتك اللي تخيفيني ما يلحقوكش ما يلحقوكش امبوسيبل مستحيل يعني ما نكذبش عليك باسكو لو ترافاي تاعك اللي تري تري بيان ايتوديي كسا سوا في الاكسسوار ولا في لو مانكا ولا في لو شو في لو شوتينغ ديالك Tout est étudié. Ça vient de tout mon cœur, de toutes mes tripes. Je vous dis chapeau bas et félicitations pour toute la femme algérienne. Inch'Allah, comme nous farchons, Inch'Allah, tu rouches علينا هذا رحلينا الوباء هذا ونزيدو نبينو واش معناتها الجزائرية الحرة. Merci beaucoup, Ziham. Merci. نستغل الفرصة ونقول لك عيد سعيد ليك ولكل النساء الجزائريات. الشاطرات في كل وحدة فيها حرائق يسلمك جو فوز ادور تو الموند ميرسي تو الموند جو فوز فيليسيت وميرسي دو مافواغ ليسي بارلي افيك دي كروند فام ميرسي من نوبا ولا زي بن عروس جو تادور جو تام انت كذلك مرة عظيمة يا رب انت كذلك بارك الله فيك شكرا لك على اتصالك بزاف وان شاء الله تبقى دائما وفية لقناة الشروق ولبرنامج كوفي تايم احنا مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين معكم اكيد مع ضيوفنا وضيفتنا المتميزة عودة لكم مشاهدينا الكرام دونك كان هذا اخر فاصل لينا سافودير راح تخلص الحلقه ومالوغوزمون راح نتفارقوا لكن قبل ذلك انا اليوم ما حاش نطلقكم قبل ما تقولوا لي سي كوا لو سيكري دو فوتر ريوسيت خمو فيه زوج تكتب اوف يا فات سيكري جو بونس كي يا فات سيكري يعني في هذه انسان يحب ينجح لازم يعول ينجح يسو فيكس ان بوت يسو فيكس ان ايديال الانسان يسجل اهداف ويدير برنامج عمل
سواء بالنسبة اللي قلتي النساء الماكثات في البيت وعندهم عمل خارج البيت والمرأة المربية، نفس التخطيط نفس لما يكون عندك هدف ننظم حياتي. أنا خدامة عندي واجبات منزلية مع عائلتي مع أسرتي مع أولادي نربي ونكذا، فكان مراقبة فهمتي أبوية أموية صديق الوالدين، لكن لما نخرج للشارع عندي في العمل خارج البيت أيضا نرتب أموري ورتب باش ما نقصر لا في الواجب كأم كزوجة ككل واحد حياته ولا كمسؤولة أو كمناضلة أو كعاملة في فنظن أنه الثقة في النفس أني نقول هذا حتى وأنه نعود نذكر نفسي إن الذكرى تنفع المؤمنين، ساعة نذكر وراء الثقة في النفس، ساعة الواحد يدخل لك دقل حبيت ندير ولكن خايف، منين تخاف؟ منين تخاف؟ إنسان يجرؤ يتجرع يتقوى عندك قوة الإيمان وقوة الإرادة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك التواسي قد الشيء اللي تقدر عليه ولكن خلي البقية على الله، لكن أول على اسمه قال نحب ننجح، دخلت أنت ياسر زهرة حبيت ننجح هذا الحصة كوفي تايم لازم تكون في 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 القمة، تكون في القمة، لكن رحنا متشائمين صح. قال انا يا نحكي لكم هذه التجربة الاولى تاعنا كيفاش بديت هذه تاع الثقة في النفس. رحنا في تربص في كندا، اول خرجة تاعي كندا 84 85، رحنا في اكبر مؤسسة سمعية بصرية اذاعة سوسيتي راديو كندا، وراحوا من بعدنا افواج وكنا احنا الفوج الاول، فشفنا تمام درنا واحد التكوين هكذا، وبعدين قاعد بقيت للان يعني شوف شحال من عام 40 سنه من بعد نبقى دائما نذكر. قال لك درنا الدرس الاول قال لك سوسيتي غادي يهضر على المنتوج تاعهم الاعلامي مثلا كوفي تايم نو فيزون لو ميور دي كوفي تايم نو سون لو ميور، قال لك تكرر هذا نحن الاكبر نحن الاحسن صافيني غا بار رونتري دون ليسبري منك انت يا الى الاخر انت كتبني بها تعودي منا تعاود تطرقيها للاخرين سي فري ماخش قعدنا ضحكنا احنا كنا نقولوا واش هذا الاستاذ اللي يقول لنا هذا سيتي ان تيوتور تسمى باش يراقبنا ويتبعنا في التكوين تاعنا هذاك التربص يعاود لنا كل يومين هذيك اوني لي ميور اوني لي ميور اي با سي كي نجيو للتلفزيون احنا لي ميور نقولوا احنا لي دوك سا موتيف يعني يعطيك قوه ويعطيك اقبال ويعطيك اقدام على العمل اكثر يعني والمثابره. نظن انها الثقه في النفس ودعوة الخير ودعوة الخير تاع الوالدين هذه كاينه واللي يجيو من طاعه الوالدين بيان سور طاعه الوالدين وكما قال لك طاعه الله من طاعه الوالدين صح. يعني الانسان هذه نظن هذا الشيء نفسه بالنسبه للمنوبه وي سي كو لو سيكري تاع لا ريوسيت هي بن عروس سي فري لا 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 ريوسيت يفو يي كروار يفو كروار اون سون ريف اون سون بروجي il faut prendre le droit chemin. Ça veut dire si on doit passer par une formation, par une étude, il faut le faire. On ne peut pas prendre des courts-circuits. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Travailler, comme dit Einstein, je pense, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. C'est le travail finit toujours par payer. Je pense. Et puis surtout, quand on est passionné par un métier, on y arrive. On y arrive. On ne voit pas les obstacles. Et puis surtout, moi par exemple, dans mon métier, c'est vraiment essayer d'avoir, être dans la droiture, c'est-à-dire l'abd meïkhdash. Il fait les choses vraiment comme il se doit. Pour tout le monde, quelle que soit la personne qu'on a en face. Et je pense que ça peut être ça peut donner un long beau parcours. عطيتي كل التفاصيل للمدقة تاع نزارة قبل. مازلت حاجة ما قلتهاش. تهنا ديرنيغ كوليكسيون. أي والله. راهي تطبخ على نار هذه. راهي تطبخ على نار هذه. لافان دو سيت pandémie, Inch'Allah, ya Rabbi. Et puis, j'ai une collection en cours et justement, mon projet, c'était de faire le défilé, le retour ici en Algérie. Donc, dès que les choses se tasseront, enfin, dès qu'il y aura une possibilité,
j'organiserai mon défilé bien sûr. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في تمثيل اللباس التقليدي الجزائري بالوصول به للعالميه، وهذا الشيء اللي نفتخروا به ونفتخروا بالمراه الجزائريه اللي تتحدى مثل هذه التحديات. انا حبيت الان نتوجه الى استاذتي هي بن عروف ونسقسيها حبيت نسقسيك بما انه تكلمنا في من خلال الفواصل الاشاريه على الكثير من النقاط الان في الاعلام، بما انك مختصه في مجال الاعلام، هل تشوفي انه فيه تطور وفيه طفره نوعيه في مجال الاعلام السمعي البصري في الجزائر، سواء من حيث المضمون او المضمون ولا من حيث مقدمي البرامج ولا اسمها، كيفاش تشوفي دوك لا رولاف الشباب اللي راهم في مجال الاعلام؟ نضيف على واش يقول زميل تاعي ياسر، انك قلتي انه الاعلام في الجزائر لازم غربله. طبعا انا كي نقول الغربله مثل في الفن ايضا غربله، نعم. في التعليم غربله، في السياسه، لكن كي تهدرها سيده اعلام يعني ناخذوها بعين الاعتبار. احنا كي نقول يعني الان لو تشاطروني الراي في هذا، نتكلموا اكثر على المهنيه والاحترافيه، تكلمنا على الاحترافيه بالنسبه للفن، الخياطه والطرز والفاشن، فكل شيء بالاحترافيه والمهنيه. زيد الى ذلك ما نساوش حاجه هي الأخلاق، أخلاقة الحياة، لأنه في كثير من الأحيان احنا نشوفوا الحمد لله قنواتنا المشهد السياسي مقابل مشهد إعلامي جد يعني منفتح مقدم على العمل على تبيان يعني صورة الجزائر المشرفة المشرقة ونحن في الشروق، ولكن في كثير في بعض الأحيان حتى لا أعمم الآن كإعلامي تتقبل بعض الأشياء، ولكن كمشاهد الشيء اللي يحتسب عليكم يعني معاكم كما نقولوا في صالحكم، في صالح الإعلام صفة عامة وصالح الإعلام هذا الخاص، أنه قدر يجيب المشاهد. المشاهد الجزائري في كثير من الأحيان غاب، شرد، راح للقنوات، هذه حقيقة مش نقولها، ولكن بفضل القنوات هذه عاود ولا استرجعنا المشاهد هذه حاجه لا. لكن في بالمقابل هناك انا ساعات مشاهده ومواطنه نقول ساعات، سواء بالنسبه للمسلسلات نتكلم على التلفزيون ولا على السمع البصري بصفه عامه ولا الاعلام، يدخلوه ساعات من مشاهد او صور او يعني انباء حبينا من نكثروا الاشاعه اكثر من الحقيقه. الفيك نيوز هذه هي اصبحت مشكل يعني. صح ظاهره الباز هذه كان متباز، انا ندير خبر خاطئ، انا على بالي خاطئ ما ندير مقصود انني انا اسمو لا اعمم، لا اعمم حاشا لله، ولكن موجوده خاصه في الفيسبوك في هذا اللي عاد ولات هناك اتصال موازي يعني باش نستقطب ندير الباز ندير خبر يعني نتافع ولا كذا، المهم انني وهذاك الخبر قد تجرح به الناس، قد تسبب فيه في كارثه ولا في ماساه عائليه ولا اجتماعيه. فاذا انا نقول كما نقولوا في السياسه اخلقت العمل السياسي المرفق العام، لانه سياسي ولا الاعلامي وكذا، هذا راك تقدم خبر تقدم حصه كما هذه، راك تربي ان ميم تون، راك تعطي معلومه، راك تجلب الانتباه، راك تاثر كما قلت للناس السيدات اللي كلمونا الان نحييهم واللي عم يشاهدوا فينا، راك بطريقه او باخرى ستؤثر. نعم انت تتاثر باللي ما يقال وتؤثر مباشره على المشاهد وعلى المستمع ولا المتتبع، فاذا لازم يكون الاثر يكون في يعني من الحكمه، احنا جزائريين محافظين تقاليد عندنا كذا، فهناك خطوط يعني ما عندناش هواء عندنا هامش الحريه واسع الحمد لله، لكن هناك بعض الامور اللي لازم نربطها دائما بالاخلاق، اخلاقة العمل السياسي هو اخلاقة الاعلام ايضا، لانه الاعلام هو مرآة للسياسة ومرآة لما يحدث في المجتمع، هو السلطة الرابعة كده. السلطة الرابعة لما بعرفش السلطة الاولى في الوقت الحالي، فإذا مع هذه الأشياء اللي تتهاطل علينا من كل جانب الانترنت والفيسبوك وحتى لو تحدثنا أستاذ يعني لن متكفيوناش في هذا الموضوع حقه، لأنه يتطلب ساعات وساعات الكلام، وإحنا برنامجنا مباشر وعنده التزامات بالوقت للأسف. نعطيكم في عجالة أستاذة وكذلك من نوبال كلمة أخيرة للجمهور المتابعين خاصة المرأة الجزائرية باش نختموا البرنامج. أتفضلي ندعني مو بو لافام. Je souhaite une bonne fête aux femmes algériennes
Et surtout, je leur dis, n'oubliez pas que c'est un jour de lutte pour vos droits. La femme algérienne, elle ne doit pas se laisser faire dans plein de domaines, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, il faut pas être cette journée. C'est vrai qu'on offre des fleurs, mais j'ai l'impression qu'elle perd tout son sens. C'est au contraire, c'est une journée où il faut réclamer ses droits en tant que femme et aller dans ce sens. ميرسي بوكو تفضلي سيده زهية. طول عمرك تكملة لما قالته من وراء اختي الكريمة انه الان رسالة 8 مارس ورسالة الاعلام، احنا رسالتنا اليوم انه 8 مارس وكل الاعياد اللي نقدر نحييها بالنسبة للمرأة وبالنسبة للوطن هي محطة فقط نقيموا فيها الاشياء ستون آلت نقيم فيها أشياء باش نستخلص منها الدروس. لو وقعنا في أخطاء في الماضي هذه مناسبة أننا نستدرك أخطائنا ونتجاوز إن شاء الله خلافاتنا، لأن الجزائر كما قلت مقبلة على يعني استحقاقات مواعيد هامة كذا تقرير يعني مصير الدولة، فإن شاء الله تكون بهدوء بطمأنينة بتضامن يعني تآزر فيما بيننا واللحمة، وإحنا كنا جزائريين ننتمي إلى وطن اسمه الجزائر. شكرا بالحب لك. وبالمحبة وبالأخوة والتضامن نبني جزائرنا إن شاء الله. شكرا لك. وكل تحية خالصة لكل النساء حرائر الجزائر، وما ننساش كما قلت الوالدة الحجه. شكرا لك مشاهدينا الكرام. للأسف وصلنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، مي افون سا جو دوا غوميرسي تالونتيان لي بانيت بور لا ميز اون بوتي تو لو ستاف. تحية لكم فردا باش ما ننساش، اي شيتا كوليكسيون بور لا بيل روب. إلى ذلك الحين مشاهدينا تقبلوا منا أغلى تحيات على المحبة التقينا وعلى المحبة نفترق. تقبل بكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في نفس الموعد. سلام.